المباراه دي قبل انطلاقها انا كنت شايفها واحده من مباراه سيراميكا. سيراميكا اللي كان على سيراميكا واحده من اصعب المباريات اللي الاهلي هياخدها صح في السيزون ده. السويتش نفسه ان انت تغير كاس العالم وملاعب، هرجع لك بالتاريخ بقى الاقي نفسي كذا، هرجع لك بالتاريخ 2016 الاهلي واخد ثالث العالم وراجعين بقى فرحه والساعه البيولوجيه رجع لك 2006 والاهلي راجع برازيل كاس عالم الاسماعيلي سوريا كابتن صبري المنياوي 3 يناير 3-0 هنا في استاد القاهره فضل انا موجود في الاستاد فاكر انا الاهلي حرفيا ما جاش في الماتش ده اللعيبه كلها تركيزها كاس العالم والنشوه والفرحه وال انا ربنا كرمني باصابه قبل الماتش بس انا علي لا عايز كابتن اسلام بيقول احنا لعبنا الحرس الاول في اسكندريه وكسبنا متعب فاول عماد متعب بص يعني بعد كده رجعنا انا بقول لك بس برضو هي نفس هي كانت خلي بالك كان كل يوم او يومين فاكر ان هي كانت بعد كاس العالم على طول ايوه كانت الفتره دي لان ساعتها كان الكلام كله على الساعه البيجات بتاعت اللعيبه مش مركزه واجواء الفرحه وهذه الحقيقه صح بالظبط فانا كان تخوفي كله يا كابتن من النقطه اللي اتكلم فيها كابتن حشيش اللي هو الفرحه كاس العالم بتروح من انا كنت موجود بقى في الملعب شفت اللعيبه وحضرت الانتقال لملعب الجوهره الاحتفال هناك بعد كده الفرحه في الاوتيل صح. كل دي اجواء بعد كده عندك 24 ساعه تسافر تعمل تمرين الصبح في جده تسافر تريح تاني يوم تمرينه بعديها الماتش صحيح بص حاله الاجهاد فلو هنا زائد طبعا المستوى الهائل جدا لفرقه سيراميكا احنا محظوظين ان صديق جوله ما لعبش الماتش ده على فكره فرقه بتمتلك امكانيات ولعيبه واستقرار فني واداري على اعلى مستوى بصراحه فرقه بتمتلك مدير فني بيعرف يلعب الفرقه الكبيره بشكل كويس رايحين من قبلها وقاعدين معسكرين فتره راحه واخدين فتره مش شايفين غير الاهلي في ماتش صعب بس جدا مركز في ماتش بقاله فتره مركز في الماتش ده يعني انا كان عندي تخوف ان الاهلي ما يقدرش يتخطى المباراه دي لكن اللي عمله مارسيل كولر والاعداد النفسي والكلام اللي قاله الكابتن خطيب للعيبه ومارسيل كولر للعيبه بعد الفوز بالبرونزيه طيب. الروتيشن اللي عمله في بدايه المباراه ساعد ان النادي الاهلي ينزل ويعمل واحده من افضل بوجهه نظري من افضل مبارياته تغيير الدوافع كمان ما هو عمل يا كابتن في لعيبه بتلعب خلاص وواخده نشوه فراح منزل طاهر مكان كهربا ولاعب كريم فؤاد مكان حسين ونزل عمرو السوليه بامكانياته بخبراته عايز يقول للناس انا موجود ولسه واكمل في نفس الوقت حافظ على الاستقرار بتاع الرباعي في الدفاع فانت نازل اللعيبه عندها دوافع جديده اللعيبه بتلعب عايزه تثبت ان هي تستحق تلعب اساسي فكل ده خلاك تخوض المباراه وتقدر تتخطى عقبه فريق سيراميكا المباراه الصعبه جدا وساعد ان احنا نظهر بالشكل الجيد ده ظهور اكتر من لعيب بمستوى مميز في المباراه